مش قادر اصلي وانا واقف، خلاص مفيش مانع اصلي وانا قاعد. مش قادر اصلي وانا قاعد، والله وانا راقد اصلي واومئ براسي قياما ركوعا وسجودا. لو هم كتير قوي يعني مش قادر اعد انا فاتني كم صلاه، اصلي بقدر ما يغلب على ظني انني قد اديت ما علي. فلازم اعمل كده، لازم افضل اصلي كده لغايه لما يغلب على ظني ان انا اديت ما علي. انما اتكاسل او اياس قول لا انا بقى عندي 60 سنة هصلي ايه بقى؟ طب ما احنا كده هنزود المشكله زياده. لا خلينا نصلي، وخلينا نجعل مع كل صلاه فرض او اتنين مما فاتني، ولو ما قدرتش اصليهم وانا واقف وعجزت عن القيام اصلي وانا قاعد. وبعدين الصلاه سهله وميسوره. لو انا هصلي وانا قاعد هتعب في ايه؟ ما انا قاعد. صحيح. صح، ما انا بقعد اتفرج على التلفزيون، بقعد اشوف مش عارف ايه، بقعد اتكلم مع واحد صاحبي، مع جاري، مع اخويا، مع كذا. خليني قاعد اتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى، واصلي لله سبحانه وتعالى، واخلص نفسي من ديون هتحاسب عنها امام الله سبحانه وتعالى. فخلينا نصلي حتى لو قاعدين، ولكن المهم نصلي لغايه لما ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ونخلص ما علينا.